السلام عليكم، ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعاده وهنا. طبعا الفيديو ده جميل وكلنا بنحبه، كل سنه وحضراتكم طيبين. هنفنظر البسله عشان خاطر رمضان، واهم حاجه في فنظره البسله ونقوه البسله لازم تكون خضره كده وجميله كده، ويا ريت تجيبوا نوع بسله صناره، نوع جميل خالص وبيبقى مسكر وحبته مليانه والحبه بتاعته بتبقى مسكره وجميله، وكل ما تلاقيها مسكره كل ما يبقى في الخضار مسكر وجميل. هنصف فصصه كده وارجع لكم تاني يا حبايبي. كده فصصنا البسله وخليناها جميله اهيت، بس مش هنفنظرها نوع واحد، لا انا هفنظرها اتنين نوعين، هتبقى مفنظره بالميه السخنه وفنظره زي ما هي على وضعها كده. هنفنظرها وهتبقى جميله وهتقعد فتره طويله في الفريزر، وممكن اقول لكم كمان بتقعد من السنه للسنه ما بيجرلهاش اي حاجه، بس انا حبيت برضو النهارده اعمل لكم نوعين، نوع بالميه السخنه ونوع التاني زي ما هي على وضعها. هنجيب بقى يا حبايبي كده الكياس كده ونصلي على رسول الله عليه الصلاه والسلام. هنطلع الكياس على اساس ان احنا هنعبيها، طبعا هنعبيها حسب الوجبات بتاعتنا، يعني هنقوله كده مثلا نحط مثلا في الوجبة كده مثلا مجين ثلاثة، حسب انتي برضو بتحب الخضار كتير او شوية، يعني حتى لو كان مثلا في ضيوف او في عزومة او في حاجة زي كده ممكن نعمل كيسين. هنجيب المج بتاعنا الجميل وهنحط كده في الكيس كده مجين او ثلاثة كده يا حبايبي، زي ما انتوا شايفين بسله جميله خالص اهيت ومسكره، واللي عاوز يفنظر بسله يا بنات يفنظرها دلوقتي على كده، حلو قوي كده، كده وجبه جميله كده بالنسبه لي انا. لو انت عاوزه تكتري مفيش اي مشاكل. يا بنات كنت بقول ايه، الفنظره طبعا البسله تفنظر البسله دلوقتي يا حبيبتي هتلاقيها مسكره وجميله، احلى فنظره دلوقتي في وسط الموسم بتاعها، ولا هي تبقى ولا هي صفرة يا بنات ولا هي ناشفة، دي في وسط الموسم كده بتبقى مسكرة وجميلة كده. احنا حبايبي كده خلاص كده عبينا الاكياس بتاعتنا كده، احنا زي ما قلنا كده نعبي مج مجين كده حسب الرغبة بتاعتنا وحسب الخضار بتاعنا، وفي طبعا بيحط جزر، في بيحط بطاطس، اللي انت عاوزاه حطيه، وان شاء الله هنعمل فيديو جميل كده وبسيط كده مع بعض كده تفريز بردك الجزر. طبعا الجزر بردك بينفع في حاجات كتير، يعني بسم الله ما شاء الله كده في رمضان ان شاء الله يا حبيبتي يقعد علينا وعليكم بخير يا رب. ممكن تفتحي تدفي في ليزر هتلاقي الجزر، هتلاقي البسله، هتظبطه. طبعا الطماطم مسبكينها بردك في فيديو عملناه مع بعض، يبقى احنا كده الوجبه بتاعتنا كامله متكامله، على اساس بردك في رمضان ما روحتيش السوق قمتي متاخره كلام من ده، تبقى حاجتنا موجوده في البيت وموجوده في الديب في ليزر. كده هنعبه كده الكيس كده الاخير كده يا حبايبي كده، وطبعا طبعا ناخد منه شوربه الخضار، تاخدي منه تعملي تورلي، تعملي اي حاجه، وطبعا الاولاد كلهم بيحبوا البسله كده. خلاص يا حبايبي كده نضغط كده على الكيس جامد كده يا حبايبي، اهم حاجه تطلعي الهواء وتطلعي تشدي الكيس على فوق كده، تربطي الكيس ربطه بسيطه كده على اساس لما برضو تفكيها ما يتعبكيش كده. هتبططي كده الكيس على اساس ترصيه رصه حلوه كده في الديب في ليزر وما ياخدش مكان، وكل ما تطلعي الهواء منه وتيجي مثلا تفردي البسله هتلاقيها طبعا صعبه شويه، تعرفي ان انت ماشيه مظبوط وان مفيش فعلا هوا، والبسله معروفه لما تحطها في الديب في ليزر ما بتجمدش، بتبقى سايبه بعضها كده وجميله وما تغلبش في طلعان من الكيس كده. حبايب قلبي كده يعني البسله ديت قولي عملتها كده قولي 9 كيلو 10 كيلو من البسله كده. طبعا البسله اصلا وانتي رايحه السوق بتفتح النفس انك تجيبيها وتفنظريها وتسويها للاولاد تعمليها خضار كده، الوجبه حلوه خالص كده يا حبايبي. وطبعا الفرق بين البسله المتفنظره من غير ميه سخنه، من الميه السخنه هتلاقيها اللون بتاعها، لون ميه السخنه بيبقى خضره خضار زايد شويه، البسله اللي احنا مش عاملينها في ميه سخنه بتبقى لونها الطبيعي، ولونها الطبيعي حلو مش وحش على فكره. كده احنا خلاص خلصنا البسله اللي احنا عاملينها من غير ميه سخنه، وبتقعد بردك من السنه للسنه وما تخافوش منها خالص عن تجربه. هنروح على البوتاجاز كده يا حبيبي، طبعا انا مولعه على حله من الميه، وطبعا زي ما انتوا عارفين يا بنات، وطبعا يا بنات الميه ما بتغليش خالص، الميه بنوصلها لدرجه الغليان، بس ما فيش ميه في البسله بتغلي زي ما انتوا شايفين كده، الميه اهيت لسه ما وصلتش لدرجه الغليان، هنقلبها بس كده
طبعا البسله احنا غسلينها ومخلينها زي الفل ومطلعين الشوائب اللي فيها، هنسيبها بس دقيقه واحده كده، دقيقتين كده خلاص اهيت زي ما انتوا شايفين الميه اهيت كده وصلت لدرجه الغليان، والبسله بقت خضره خالص، خضار جميل اهوت. دي اسمها بقى الصدمه اللي احنا بنعملها في البسله كده، حلوه خالص وجميله خالص. هنروح بقى كده على الميه الساقعه كده الجميله اللي احنا حاطينها في الديب فريزر. لازم تبيتي كيسين ثلاثة كده قبل ما تعملي البسله، ولازم الميه تكون فيها تلج، الميه الساقعه بس مش هتنفع، على اساس ان البسله بتحطيها سخنه. شايفه شايفه البسله سخنه خالص ازاي، لو حطيتيها في ميه ساقعه بس الميه هتسخن منك، مش هتدي صدمه للبسله. لازم يكون فيها حتت من التلج. نقلبها بالراحه خالص. طبعا دي الحته دي كبيره، هنقسمها كده حتتين ثلاثة كده، قسمنا التلجايه حتتين ثلاثة على اساس برضك الميه ما تسخنش مننا كده حبيبتي. حتى لو تلاحظي ان البسله الخضار بتاعها زاد عن طبيعتها البسله، وكده الميه ما تلحقش تسخن مننا كده، الميه ساقعه خالص اهيت، بتمتص منها الحراره وكل التلج ما يسيح، كل بسله ما تسقع اكتر كده خلاص. كده حطيناها في اي مصفى كده يا حبيبي على اساس الميه تنشف منها خالص قبل ما نحطها في الاكياس، على اساس انت لو حطيتيها في الكيس وهي فيها ميه هتربي تلج في الكيسه، وطبعا البسله طبعا هيبقى مش كويسه كده خلاص. كده صفناها خالص كده، هنجيب البوله بتاعتنا الجميله او الصينيه، اي صينيه عندك كده حبيبتي، هنفضيها ونتاكد برضو ان احنا الميه فعلا اتصفت ولا لا. طبعا مصفيها على اساس ان هي قعدت 3 ساعات كده على اساس انها تنشف. بصي اهي نشفت خالص اهي حبيبي، هنحطها كده في الصينيه كده، وهنجيب طبعا الاكياس بتاعتنا زي ما عملنا في البسله اللي احنا مفنظرينها الاول من غير صدمه ميه سخنه كده حبايبي. وطبعا البسله اللي احنا مدينها ميه سخنه بتبقى حساسه شويه، يعني شيليها بالراحه كده، ايوه كده باي حاجه عندك. وهنعمل برضو كده كل كيس وجبه اللي انت عاوزاها، عاوزه تكتري براحتك، عاوزه تقللي براحتك. وطبعا البسله طبعا بتنفعنا في حاجات كتير قوي، ممكن شوربة خضار، ممكن لسان عصفور، تحطي حبة صغيرين كده في لسان العصفور بيدي طعم جميل، او في لسان العصفور تعملي تورلي برضك عادي. شوربة خضار طبعا بتبقى جميلة قوي، وطبعا الاطفال كلهم بيحبوا البسلة على اساس بتبقى وجبة خفيفة وسهلة. وسلام بقى كده رز بالشعرية كده فرح طبق بسلة كده بيبقى طبعا يفتح النفس. طبعا الحاجات دي كلها بتريحنا واحنا في رمضان يا حبايبي. كل سنه وحضراتكم طيبين. وطبعا دلوقتي البسله جميله دلوقتي في السوق، السعر بتاعها مرتاح خالص، حلو خالص السعر بتاعها كده، حلو خالص كده يا حبايبي كده. والوجبه جميله كده كده خلاص كده، البسله زي العسل اهيت ولونها واضح وصريح اهوت. هنجيب بقى البسله كده برضو زي ما عملنا في الاولانيه، هنطلع اهم حاجه الهواء اللي في الكيس كده، هنطلع كده حبه الهواء، تربطيها برضو ربطه خفيفه كده من فوق، وهنفرد الكيس كده. شو تحس ان البسله لازقه في الكيس على اساس ان احنا مطلعين الهواء من الكيس كده حبايبي. كده حلو خالص وجميل خالص، واللون بتاعها روعه اهوت. وهتعرفوا الفرق دلوقتي يا بنات لما نحط البسله اللي احنا مفنظرينها من غير صدمه الميه السخنه، هتحس ان اللون ده غير اللون ده، هتبقى يعني فرق صريح. وحتى لما تحطيها في الديب فريزر يا ريت تحطي عليها كده اي علامه تيكت اي حاجه تعرفي البسله دي من دي، على اساس انك تسحبي من الثانيه الاول كده كده. حلو خالص كده كده جميل خالص اهوت. نرصها كده يا حبايبي كده، وهنجيب بقى البسله التانية اللي احنا عاملينها من غير، بصوا في فرق طبعا، في فرق جامد كده يا حبايبي. يعني هنا كده اربع اكياس كده، وهنا
5 اكياس كده. بسم الله ما شاء الله عملنا حبة بسلة زي العسل. وطبعا مش هقول لكم بقى، ما تنسونوش في الشير واللايك والاشتراك عشان الحاجات دي بتدعمنا وبتشجعنا، وانا عارفة انتوا حبايبي ومش هتنسوني في الشير ولا الاشتراك. وكل سنة وانتوا طيبين، وتاكلوا وتتهنوا وتاكلوها في رمضان يا رب وانتوا فرحانين، وربنا يتقبل مننا صيامنا يا رب ان شاء الله يا حبايب قلبي.